طيب نروح لموضوع تاني. في الكام سنة اللي فاتوا كده مصر قدرت انها تكون على قائمة الدول الكبرى في انتاج الكهرباء، ده طبعا انجاز كبير اتحقق في هذا الملف، وده من وقت ما كان عندنا طبعا عجز والنور كان بيقطع لحد ما بقى في فائض كبير في انتاج الطاقة الكهربائية. يكفي اننا نعرف ان مصر كانت في المركز 145 دوليا، تخيلوا، وقفزت الى المركز 77 عالميا في حجم انتاج الطاقة الكهربائية. استطاعت مصر في مدة قصيرة لم تتجاوز الست سنوات أن تقفز بترتيبها من المركز 145 إلى المركز 77 على مستوى العالم من حيث التقدم في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو الطاقة المتجددة، وذلك وفق تقرير ممارسة أنشطة العمل لعام 2020. ونفذت الحكومة العديد من المشروعات في مجال إنتاج الكهرباء، ومن بينها مجال قدرات التوليد الحرارية بالإضافة إلى تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث بلغت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهد الفائق والجهد العالي حوالي 164 ألف ميجا فولت أمبير. وفيما يخص مشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع، يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف من العدادات الذكية في نطاق 6 شركات توزيع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، حيث تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع.